عاصمة في مصف كبريات العواصم المتوسطية والعالمية، ذلك ما تسعى الدولة تحقيقه من خلال عصرانة المرافق وتحسين الإطار المعيشي للسكان. نظرة استشرافية للرقي بالعاصمة الجزائرية تتجلى من خلال عديد المشاريع المهيكلة، لا سيما المتعلقة بتطوير شبكة الطرق وعصرنة وسائل النقل الجماعي. مشاريع ترقى لجعل الجزائر في المصف الذي لابد أن تكون على مستواه مقارنة مع عواصم العالم ومع المدن المحيطة بالبحر الأبيض المتوسط. يتعلق الأمر بمشاريع كبرى من ناحية التخفيف من الضغط الذي نعيشه بالنسبة لحركة المرور وتمكين انسيابية أكثر بالنسبة للتفكير في ما يسمى بالمونوراي، بالنسبة لتوسيع المترو، بالنسبة لإدراج محاور جديدة. تهيئة فضاءات الراحة على غرار الواجهة البحرية ووادي الحراش ورد الاعتبار لحديقة التسلية ببن عكنون وفضاءات أخرى، كل هذا يندرج ضمن مسعى توفير حياة أفضل لسكان العاصمة. المشاريع المهمة وادي الحراش وتهيئته لصابلات كمشتو غير رانا نتوسعوا، راه اليوم مجال وفضاء كبير لكل ساكنة العاصمة والذين يأتون إليها من داخل البلاد. المشاريع الكبرى مثل هذه اللي عرفناها اليوم، بارك دنيا بارك الذي يتربى على أكثر من 1067 على ما أعتقد 1056 هكتار، الحديقة حديقة الحيوانات المتواجدة واللي كانت نقولها صراحة كانت في إهمال كبير، اليوم سيعاد لها الاعتبار، وهذا ما يتماشى مع الالتزامات السيد رئيس الجمهورية الذي يريد أن يرى المواطن الجزائري يعيش في وسط ملائم. هي إذن جهود تبذلها الدولة لتحسين الإطار المعيشي وإعادة تأهيل الموروث الحضاري عبر مشاريع حيوية يشهد بعضها تقدما في الأشغال وأخرى تم تسجيلها، مشاريع يرجى منها جعل عاصمة البلاد مصدر فخر لكل جزائري.